ارحب بكم مشاهدينا الاعزاء من العاصمه ابو ظبي ومن مهرجان الشيخ زايد التراثي في فقرتنا من الامارات. طبعا مشاهدينا الاعزاء، طبعا احنا اليوم موجودين في هذا المهرجان مشاركات من دول مجلس التعاون، واليوم تقريرنا بيكون ان شاء الله من سلطنه عمان. تابعونا في هذا التقرير وخلونا نذوق العسل الطيب. اتمنى لكم مشاهده ممتعه. طبيعة المشاركة، نحن طبعا أول مرة نشارك في مهرجان زايد التراثي، وإن شاء الله ما بتكون آخر مرة بإذن الله تعالى. ومشاركين طبعا في مجال العسل الطبيعي. نحن حقيقة متخصصين في عسل السدر والسمر، وطبعا مثل ما تعرفون أن عسل السدر يجي شهر 11 وشهر 4 شهر موسم السدر السمر قصدي. نعم برم. نعم هي طبعا ثقافة العسل بشكل عام هي ثقافة عالمية، زين، وطبعا كل دولة تختص في مرعى مخصص لها. مثل دول الخليج نحن متخصصين في السدر والسمر، وبعض الأحيان يأتي موسم السرح يسمى والزهور، ولكن الدول العربية الباقية تختلف معهم الزهور ومعهم البرتقال ومعهم بشتى أنواع كثيرة يعني. وحقيقة نحن في هذا المهرجان نفيد ونستفيد كذلك من الزوار، وكذلك الزوار إذا عندنا معلومة أو شيء نعطيهم إذا سألون، كذلك نحن نستفيد. مثلا يجون من دول أجنبية يعطونا المعلومة الكافية عن منتجاتهم كذلك. والله الخير كله هنا الحمد لله، والونس والطرب وهذا كله موجود هنا الحمد لله. هي لأن أنا متعود أكل منه كل صباح، لازم أشرب منه يعني الغرشة 15 يوم أكملها. إذن مشاهدين الأعزاء، هذه كانت تغطيتنا لفقرة من الإمارات عبر برنامج مساء الإمارات. الناس لا زالوا يتوافدون مشاهدين الأعزاء في مهرجان زايد التراثي. الكثير من المفاجآت الجميلة في هذا المهرجان. نتمنى مشاهدينا أنكم تزوروا هذا المهرجان الجميل، وإلى أن نلقاكم في دعاء الله.